زنبو غطاس لعيب تونسي انا ما حضرتوش طبعا وما شفتوش. انا عارفه كان ما كانش في مجلسك. كابتن حلمي طولام طلبه بالاداره جابته على طول. كان الموضوع مختلف خالص عن الادارات بتاعتنا. جه ما لعبش. ابتدت تحصل خلافات ممكن فنيه ممكن ماليه ممكن اداريه، بس اساس اللاعب المحترف عشان تجيبه يعني بيلعب. صح. اي مشاكل تانية ماليه نقدر نحلها. انما اللاعب ما بيستحملش انه ما بيلعبش. استلمت النادي 5 12 تقريبا او 6 12 لقيت ملف محطوط عليا ان زياد بغطاس واخد حكم بمليون دولار او حاجه كده يعني. اه اللي هو العقد كامل، عقده 3 سنين. عقده كامل يعني. تواصلت مع الولد بصراحه. وحاولت اتواصل معاه يعني، وحتى المحامي بتاعه راجل محترم جدا استاذ انيس بزبيني. وقلت له تعالى الاداره اتغيرت يا ابني وتعالى نقعد شوف انت عايز ايه، بس كان واضح ان الولد نفسيا قفل خالص يعني. خدت اجراءاتي القانونيه اللي المفروض اخدها، ما مالناش ذنب في حاجه، لا جهازي الفني اللي موجود دلوقتي ولا مجلس الاداره. صح. اللي موجود دلوقتي طبعا. طبعا خدت الاجراءات وتعاقدت مع سلفاتوري وابتدينا نشتغل، واحنا بصدد دلوقتي ان احنا بنشوف حلول. ما هي دي المشكله. طب انت هتدفع الفلوس كامله وانا ممكن حلول انت تدفع؟ والله بنحاول نشوف يعني، هنحاول بقدر الامكان نحلها في اسرع وقت بحلول ترضي الطرفين. انما احنا انا يعني كاداره نادي ام بي انا ما حطيت في الموقف ده بسبب سواء مدير فني كابتن حلمي او الاداره ايا كانت القصه ايه، بس موقف لازم نحله.